يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تتزين عند خروجها للأعراس والحفلات والاجتماعات النسوية؟ لا يجوز للمرأة أن تتزين عند الخروج من بيتها، بل تخرج متسترة ومتحجبة تاركة للطيب إذا كانت ستمر من عند الرجال. أما إذا كانت ما تمر من عند الرجال وإنما في مجتمع نساء ولا تمر من عند الرجال، فلا بأس أن تتجمل وتتزين بما جرت به العادة من غير إسراف ومن غير تساهل في الستر والحجاب. نعم.